بصبح عليكم مرة تانية وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الفل يا دينا، بتعملي إيه في البحر يا دينا؟ بتحبي اللمة ولا بتحبي تقعدي لوحدك وتفكري وتتفرجي على البحر والغروب؟ بصي، وأنا برج الجوزاء فأنا بحب الحالتين. بالنسبة لي طبعاً أهم حاجة بحبها جداً في وقت النهار هي اللمة والقعدة الحلوة على البحر والراكت ولعب كل حاجة وسماع الأغاني والفريسكا بقى وأم الخلول والجندوفلي والحاجات دي ولمة العيلة كلها، دي أنا بحبها. تيجي بقى وقت بالليل، هو مش كمان وقت الغروب قد ما هو، لان انا بفضل من الصبح لحد الغروب، لكن تعالى بقى بالليل كده في الوقت اللي هو من الساعه 12 للساعه 3 4 الصبح، واقعد كده بقى على البحر، اسمع صوت البحر انت مش شايفه بس سامع صوت الموج مع ام كلثوم، مع جليس كده يكون بيسمعك تتكلم 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 من غير ما هو يعني ايه، مش عايزين حوارات كتير، عايزين بس نفضفض ونقول كل اللي جوانا. فبالنسبه لي دي بتبقى يعني من نوع من انواع الجلسات النفسيه الخطيره جدا اللي بستمتع بيها قوي، يعني انا بستمتع بجو الدوشه وبستمتع كمان بجو الهدوء.